راح السمك دير سمك طاري اللهم بارك دابا هذا شويه دابا ياك لا هي شويه ديال السمك البنايه ديال البنايه شوف البنايه انا بغيت نتعلم الحوت ها هو والضوب البنايه تعلم والحدادة وفي خاطر الحدادة ما نساوش واحد واحد وما نساوش بناية واحد واحد وهالشوايه هالشوايه ما تنساوش اللي دايرها عمرو لا باقي تفوت عليه لا اله الا الله خصوصا الحال المحمد شدك ولا خليك معنا شغل المعلم شغل المعلم صوروا السمك صور السمك صور السمك شو الحوت زين تبارك الله اللهم بارك اللهم بارك تبارك الله تبارك خيرات دابا بغيت نصورك علاش كديروا هاد الداد الملحاي هذيك الملحاي تحيد من الميكرو شحال من حاجه تحيدها وكطيب تيجي مزيان اييه ولا في المثال ولا طيبنا قلت بلا ملحه هو مزيان الكحلي البيضين تاعهم سهل على هاك بدا الرويسات سبحان الله بخير زيدوا عليه هنا سبعة كيف الحساب دابا؟ سبعة واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة راه كيفاش كتغطيها؟ سير نشوف كيفاش تغطي دابا كتزيد معها من ها كيفاش كتغطى هو غادي المعلم دابا خاص في الشوكة غيغطيها يغطيها سير خاص فيه واحد خاص بالملح واحد خاص بالملح وواحد خاص بالسدين لا عجبكم الفيديو ما تنساوش لايك 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 وبارطاج بارطاجيو بارطاجيو ها كيفاش كتغطى السماء ولا انتم غتوصلوا بعيد سير 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 لا 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 المعلم اش تيقول؟ كيفاش كيسد؟ اه هو سد دابا حنا بغينا نتنيو هاد الحواشي ولكن قال لك لا ما عرفتش ما فهمتش علاش عجبتنيش حواشي علاش بغيتي حواشي المعلم؟ هو طار ها هو كيفاش ولا هزنا شي وحده نشوفوها كيفاش غادير لها كيفاش غطيط لها الجلده سير المعلم حسن ها هي سيدي ولكن حيد لها الجلده حيد الجلده حيد الجلده حيد الجلده حيد الجلده قدام الناس الناس يشوفوا الجلده كيفاش كتحيد الملحه الملحه باش كتحيد الجلده الملحه يعني تقنيه شكرا لك شكرا لك